اليمن الجديد هو ما ثار لأجله غالبية الشعب اليمني. إسقاط كافة رموز ومظاهر النظام الحاكم كان ولا يزال الهدف. رحل الرئيس علي صالح إلى السعودية للعلاج، فقرر الثوار ألا عودة له، وتحولت هتافات الرحيل والمحاكمة إلى أبناء وأقارب صالح الممسكين بالأجهزة الأمنية والعسكرية والمطالبين من قبل الثوار بإرجاع السلطة التي اغتصبوها. استمرار زخم المطالبة برحيل النظام للشهر الخامس أدى إلى تفكيك ركائزه، ابتداء بانشقاقات الجيش مرورا باستقالات مسؤولين وليس انتهاء بانضمام القبائل. إصرار تتكرس أبهى صوره في تعز التي يتجاوز ثوارها عسكرة مدينتهم ويتجاهلون أصوات المدافع واشتباكات القوات الموالية لصالح مع المسلحين المناصرين للثورة، ويتعهد بالثبات حتى ينال اليمن حريته. يصر الثوار على مطالبهم ونهجهم السلمي هنا في إب، تستمر المعارضة في تعاطيها السياسي بينما يتمسك رجالات النظام بالحكم، والنتيجة تحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية. محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد صارت مثلا للمعاناة اليومية للمواطن اليمني من نقص في الوقود والغاز. ما فيش حين نخبز بحطب. هنا يتهافت المواطنون لشراء قطعة ثلج عساها تبرد حرارة صيفهم. الكهرباء غلب كل شيء بداخله، كلها مسببين الأزمة الذي ربنا في حاله. مصادر طبية نقلت وفاة 15 مريضا بينهم نساء وأطفال في عدد من المستشفيات العامة والخاصة ومراكز الغسيل الكلوي بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء، ويناشد الأطباء دفن الجثث في الثلاجات قبل تعفنها. ووجهت مؤسسة الأمل لمكافحة السرطان نداء استغاثة لإنقاذ عشرات المرضى الذين حال انقطاع الكهرباء دون استكمال جلساتهم الطبية. أما الغذاء فالخبز اليومي لمن يملك قيمته لا يضمن أن يسمنه أو يغنيه من جوع. الخبز 15 ليش؟ الدنيا غالي، قلب في قلب، حتى السلك من الخارج السلك غالي والله، بعد لا أخي شيء، لكن ما أحب ما يقبل الشيء. والفقير؟ الفقير إلى الله. توق الشعب اليمني الثائر للتغيير وظروفه الإنسانية جعلاه يتهم المجتمع الدولي بالتواطؤ ضد مستقبله، فخرج في صعدة كباقي المحافظات رافضا الوساطة والوصاية الدولية. وفي ظل الغضب من الموقف الدولي الغائب يهتف ثوار الضالع بمطلب المرحلة الحالية. مجلس انتقالي هو ما يريده ثوار اليمن الآن، لكن لمن يوجهون المطلب؟ ومن القادر على حسم الثورة بالطريقة التي لا يبتغي ناشد التغيير عنها بديلاً؟